التحدي التحدي قوي دافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه التحدي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة وتحدي جديد من حلقات برنامج التحدي. في إحدى حلقات هذا البرنامج تحدثت عن الدواء في مصر وقلت أنه الدواء خط أحمر ولا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن أيضا التفريط فيه. نفس الفكرة هقولها مرة تانية على الأغذية، الرقابة على الأغذية لابد وأن تفعل بشكلها الحقيقي، لأنه عدم الرقابة على الأغذية يعني انتشار الأمراض، يعني وجود مشاكل كثيرة سنتناولها في هذه الحلقة. وحول هذا الموضوع نناقش الرقابة على الأغذية ما بين الغياب والمأمول. يشرفني في هذه الحلقة أنا أستضيف الأستاذ محمد عبد الحليم محمد، أمين سر اللجنة النوعية للمراقبين الصحيين بالنقابة العامة للعلوم والمتحدث الرسمي باسم النقابة. أهلا بك. أهلا بك. منورنا شكرا صحيح. الله يخليك. وعلى الجانب الآخر الأستاذ الدكتور سيد عبد الرافع محمد، استاذ دكتور جامعي ومستشار لعديد من الهيئات المصريه والعربيه والامريكيه. اهلا بيك. اهلا بيك. منورنا. خليني كده في البدايه اسالك رقابه على الاغذيه، هل فعلا احنا عندنا رقابه على الاغذيه في مصر ام لا؟ هو رقابه على الاغذيه في مصر محدوده، يعني خلينا صراحه محدوده، قد يكون لامكانيات او ما فيش اللي هو قائم على كده، معهوش الصلاحية الكاملة ان هو يعمل اللي هو عايزه. حاجة تانية ان معظم الشركات اللي موجودة غير مرخصة، فمش معلومة ليهم، صعب او ان هو يوصل لها. فدي الحتة اللي احنا عاوزين نحصرها شوية، وهنطلع بحل ان شاء الله النهاردة نقول نعمل ايه عشان نقدر نحكم كل الناس دي ما يخرجوش من تحت ايدينا او من تحت طائلة القانون، لان معظمهم غير مرخص للاسف. يعني معظم شركات الاغذيه اللي موجوده في مصر غير مرخصه. اللي هو اللي تحت بير السلم ده اللي بيقول لك غير مرخص معظمهم، ومش معروف خالص، وللاسف هو المنتشر، لان هو اللي تكلفته اقل هو اللي بيبيع اكتر، فاللي بيبيع عاوز هامش ربح اكبر، فما يهمهوش بقى مين اللي بيبيع له. فدي مشكله كبيره جدا جدا، ولازم احنا نكون احنا يعني نركز عليها قوي قوي قوي، لان فعلا دي صحه ناس، مش الامراض كترت جدا جدا جدا، فشل الكلوي انتشر بطريقه خطيره جدا، وبص لقى عندك الحساسيه والفشل الكلوي والسرطانات كل ده بسبب عدم الرقابه على الاغذيه. يعني للاسف، يعني هو الحمل جامد جدا جدا على مراقبي الاغذيه، بس برضه مش بايديهم، في اكتر من 90% من الشركات غير معلومه هو هيجيبها منين. وللاسف هم اللي وبيبيعوا تحت مسميات شركات كبيره. يعني يحط على المنتج اسم شركه كبيره، ياخد عبوه عبوات مرتجعه بياخدها يعبيها ويبيع. هو ده اللي موجود حاليا في السوق. وبعدين وبيجي يتفق مع اللي هو بيبيع له، لو انا هدي لك هامش ربح 10% لا اقول لك هديك 50%. وهو كسبان اكتر من الشركه الكبيره. يعني انت شايف من وجهه نظرك ان الرقابه على الاغذيه في مصر قد تكون معدومه. هي ليها دور على الشركات اللي معلومه، المعلومه فقط، لكن الغير معلومه هو هيوصل لها، هو برضه معذور انه مش عارف يوصل لها، واحنا لازم نساعده ان هو يوصل لها، ولازم كمان نديله صلاحيه اكتر. جميل. طيب على الجانب الاخر الاستاذ محمد عبد الحليم، دور الرقابه او دور الرقابه على الاغذيه في مصر، الدكتور سيد بيقول انه قليل جدا، وبيقول انه المراقبين الصحيين او المراقبين على الاغذيه لا يقومون بالدور الاكمل او الامثل للمراقبه على الاغذيه. انت شايف هل الرقابه على الاغذيه مفعله ام لا؟ لا، الرقابه على الاغذيه يعني مفتش الاغذيه ده من سنه 1914، واصدر اول كتاب لمراقبه الاغذيه عن طريق المراقبين الصحيين عن طريق المعهد الفني الصحي سنه 1916. يعني اول جهاز قام بالرقابه على الغذاء هم المراقبين الصحيين. الوزارة الصحة مش لوحدها، يعني مثلا دي كذا هيئة في وزارة الصحة، يعني عندك اللي هم احنا دورنا كله وقائي،
بس دي في ادارات وقائي. في ادارات في وزاره الصحه، عندك الاداره الامراض المعديه، اداره صحه البيئه، اداره مراقبه الاغذيه، ثلاث ادارات مشتركه في الرقابه على الغذاء، كله بيتبادل الادوار. مين اللي بينفذ على الارض الواقع في الشارع؟ هو المراقب الصحي. المراقب الصحي اللي بتسميه النيابه مفتش الاغذيه، او نصه في القانون اسمه مفتش الاغذيه. يعني في القانون 48 لسنه 41 اسمه ايه؟ اسمه مفتش الاغذيه، ده اللي معاه سلطه الضبط القضائي. مفتش الاغذيه دوره ايه؟ دوره فني في الرقابه على الغذاء. بيعمل ايه بقى؟ اولا بيفحص البلاغات الوارده ليه من حالات التسمم من اللي جايه له من خلال المستشفيات، التسمم بالكيماويات، التسمم عن طريق يعني هو هل، طب خليني بس اسالك هنا في النقطه دي، هل بيفحص او بيفتش لما الحاله تيجي مصابه ولا قبل ما تصاب اصلا؟ هو دلوقتي دوره ايه؟ مرور على الاسواق، مرور على التجمعات والتجمعات السكنيه والمعسكرات اللي هي الطلابيه والمعسكرات الشبابيه. لازم يبقى في دور مراقب صحي. مراقب الصحي بيعمل ايه بقى هنا؟ مراقب الصحي دوره اولا وقايه. بيعمل ايه في الوقايه دي؟ انا داخل معسكر، لا يعني مثلا ايه، داخل تجمع، واخد بالك انت؟ يعني انا اولا يعني دوره توعيه، بعد كده يدخل يفتش على يعني ايه توعيه. بس عايز اوضح بس في بعض الكلمات بالنسبه للمشاهد قد لا تكون او يكاد يكون يسمعها لاول مره. يعني ايه توعيه؟ توعيه مثلا يعني ايه؟ انا مش داخل عليك عشان يعني هقبض عليك او هنعمل لك الضبط الغذاء اللي عندك، لا انا لازم اقدم لك النصيحه الاول وبعدين امارس الشغل. يعني مثلا على سبيل المثال خلينا حسب ما فهمت انه دخلت على مطعم او محل او ما الى ذلك، فدخلت لقيت عنده بيستخدم مثلا كبده فيها مشكله او اكل بايظ، كبده فيها مشكله بيتم الضبط. بس جميل. لازم دوري انا كمان، انا مش هتم الضبط بس كده، لا ده انا هوعيك انت عملت ايه في المواطن المصري برساله لازم توصله. انت بتقول له انت عملت كذا وبتاخد، ايوه وتوعيه كمان، واخد بالك انت، بحيث ان بعد كده ما تتكررش. انا مش ضبطت عليك لاجل الضبط، انا عاوز اوعيك اصلا انت بتعمل ايه وعملت ايه. لازم فيه توعيه، واخد بالك، هي العمليه مش ذبح رقبه داخله، لا انت لازم تتثقف، يبقى عندك ثقافه غذائيه لسلامه الغذاء. لازم يبقى عندك ثقافه غذائيه لسلامه الغذاء وسلامه المنتج. هو عارف الكلام ده كويس. طيب. او اصلا هيغش مش هناخد ده في الفتره الثانيه من البرنامج. طيب ده الجزء الاولاني التوعيه. بعد كده احنا مثلا لقينا دخلنا مثلا لقينا كبده بايظه، او دخلنا لقينا اسماك بايظه او ما الى ذلك، اي منتج بايظ بيتم الضبط، واخد بالك انت، الضبط. يعني مثلا دخلت ثلاجه لقيت حاجه منتهيه الصلاحيه، بيتم الضبط، واخد بالك انت، والعرض على النيابه، واخد بالك انت. حاجات انا شكيت فيها ولقيتها لسه تاريخ الصلاحيه بس عندي شك فيها، بتاخد منها عينات، واخد بالك انت. واحده عند اللي هو صاحب المنتج او صاحب المحل او صاحب المصنع، وواحده عند في المكتب، وواحده والثلاثه بيروحوا للمعامل المركزيه ليها تحليل كيماوي وبكتيرولوجي وسموم. جميل. دي الحاجات اللي بيمر بيها. طب خليني اسالك، يعني اللي بيستخدم منتج فاسد او بايظ او في مشكله، ويدرك تماما ان هو بايظ، ويدرك تماما ان تكلفته اقل فبيستخدمه، ويدرك تماما ان هو يضر المواطن، وبيدرك تماما انه ما ياكلش منه عشان ما ياذيهوش، يعني هو فهنا انا بقى خلاص بقى لا ما هو عارف ما فيش حد لا وصل لنا اصلا مش هسيبه المنتج المنتج اللي بيستخدمه. فاذا التوعيه هنا ممكن تبقى دورها اقل، لكن اذا استخدم هي بالنسبه للتوعيه المفتش الاغذيه، انا مش داخل المحل عشان اعمل له توعيه، لا ده في زمايلنا بيعملوا ندوات توعيه، ندوات تثقيفيه. يعني مثلا انا رايح يعني ده مفعل في ندوات في كل اداره اسمه مثقف. يعني ما شغلتنا ايه؟ هو الحاجات دي ممكن تبقى موجوده على الورق، لكن هل موجود على الورق؟ مراقب صحي، مراقب صحي بيتقسم كده في القانون عند النيابه مفتش اغذيه، في المثقف المراقب الصحي اللي بيدي ندوات اسمه مثقف صحي، واخد بالك انت، اللي بيباشر على التطعيمات اللي هي ضد الامراض المعديه وجراثيمها، والاطفال بتاعت الاطفال دي اسمه ايه؟ مراقب تطعيمات، واخد بالك. اللي بيقوم على اعمال سلامه الميه، واخد بالك انت، اسمه ايه؟ مراقب صحه بيئه. اللي بياخد عينات الميه اللي المواطنين بيشربوا منها واللي حاسين بامان ومحدش بيشكرهم، يعني مراقب صحي كل يوم ياخد من الشبكه. موضوع الميه ده في جدل كبير، والموضوع لا يا باشا، الموضوع الميه في مشاكل كثيره. طيب خليني هاخد راي الاستاذ الدكتور سيد عبد الرافع، ولكن في الفقره الثانيه من هذا البرنامج، وهي فقره بدون تحفظ، للضيفين ان يعلق كل منهما على كلام الاخر. ننتقل لهذه الفقره ونعود مره اخرى.
التحدي قوي دافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه؟ الفقرة الثانية من هذا البرنامج وهي فقرة بدون تحفظ للضيفين أن يعلق كل منهما على كلام الآخر. نناقش في هذه الحلقة موضوع الرقابة على الأغذية. اللي أنا شايفه أو الشارع المصري اللي أنا بتكلم بلسانه شايف أنه الرقابة على الأغذية في مصر تتدهور من حين إلى آخر. أستاذ دكتور سيد، يعني أنت شايف أنه الرقابة على الأغذية في مصر في بداية الحلقة أنت شايف أن هي غير مفعلة. الأستاذ محمد بيقول أنه هي مفعلة وفي ندوات تثقيفية وأن المية اللي بنشربها هي مية صالحة ومية كويسة وأنه إحنا بنقوم بدورنا التثقيفي والتوعوي والرقابة. أنه المية بقى اللي بنشربها وصالحة، المية المعدنية اللي موجودة في البلد كلها تقريبا، مش هنقول كلها عشان ما نشملش، مش معدنية. بمعنى إيه؟ المية معدنية عشان أجيبها وتبقى مية معدنية فعلا يبقى اعمل على عمق البير على عمق مش اقل من 800 متر، كله بيعمل على 20 30 متر وشغال. لو جاب ميه ترومبا احب المجاري لو جاب ميه ترومبا افضل، انه مفيش رقابه. لو جاب ميه ترومبا هتبقى افضل من الميه اللي هو حاططها دي، ميه الحنفيه افضل منها لان ده فعلا جايب ميه ملوثه جاهزه. ميه الحنفيه على الاقل بتروح وبيحصل لها معاملات وكلور وكلام دوت، لكن ده جايب ميه جاهزه خام على طول فيها الفطريات والطحالب والبكتيريا وكله، وبيعبيها باسم ده فيها ايه املاح. لا انا عندي يجيب ميه حنفيه افضل ويعقمها ويضيف عليها الاملاح اللي هو عايزها، لكن ده هو بيموت الناس تحت مسمى انها ميه معدنيه. هي مش ميه معدنيه، مش ميه معدنيه بالكامل. يعني 90% من المياه المعدنيه الموجوده اسمها مياه مياه. ايوه يعني انما المعدني فعلا لا المعدني اللي هي على عمق 800 متر. يعني اذا المفروض انه معظم المياه اللي بتشرب الاشتراطات لحظه احنا بنتكلم على الصح، بنتكلم على مالناش دعوه بالاشتراطات. بتشرب مياه معدنيه ولا بتشرب، ولا هو مسمى كده وخلاص قدام الناس؟ هي مسمى ان هي ازاز مياه معدنيه، هي مسمى. وبعدين في حاجه، عايز تشرب ميه معدنيه يبقى عندك اشتراطات. البير لازم يبقى على عمق 800 متر. ليه بقى؟ اول حاجه معموله عمق 800 متر عندك صخور على بعد 800 متر، الميه اللي هتخش على الصخور دي بتعمل عمليه تنقيه وتاخد نسبه ازوت وتعقيمي من الصخور اللي هي الصخور اللي موجوده اللي تحت. وبعدين عندك يعني طبقات فوق بعضها رمال، بعدين طبقات صخور بتطلع من الفلتره جاهزه. تطلع يعني مثلا هتدب المواسير على عمق 800 متر، تشغل المواتير تسحب ميه معدنيه. ميه معدنيه المسمى الطبيعي للميه المعدنيه، انما الميه اللي هي في الازايز ديت ميه بيار. لكن انتوا مالكوش علاقه انه الميه اللي طالعه من الازايز دي؟ لحظه انتوا علاقه سنه 2011 اتفضل. لما اداره مراقبه الاغذيه قالت يا مراقبين يا صحيين يا بتوع الاغذيه اضبطوا كميات بتشغيلات كذا كذا لشركات كذا 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 كذا. ليه؟ زمايلنا خدوا عينات ميه طلعت نتائج التحليل قال لك ده بتحتوي على بروتوزه حيه. الازاز اللي هي ايه؟ اللي بعض الشركات مش عايز اقول اسمها. شركات كبيره طلع بروتوزه حيه، بروتوزه حيه بتدخل بتعمل ايه في الميه؟ بتبوظ لك بتبوظ لك القولون، بوظ لك الجهاز المعده، تعمل لك ايه؟ تلبدلك في القولون. ليش الشركات دي موجوده؟ الشركات دي عدلت من وضعها بقى. ما انت ما انت بتاخد عينات واخد بالك ازاي واتقفل منها. عدلت ازاي؟ ما هي الابار، هي الابار عدلتها ازاي؟ لحظه بس يا دكتور، ما فيش حد على لا عمل عمق ولا لا هي نفس الابار وهي شغاله. لما لما في فتره 2011 بعض الشركات ما استخدمتش عمليه التنقيه بالكلور اللي هي المعالجه بالكلور، وقفت عمليه بقت تشفط من الميه وتعبي في الازايز. يعني ايه عطلت؟ يقول لك ايه اصل ما فيش كلور والكلور الثوره عملت كذا والانفلات الامني. انا عاوز اعرف طب هو برضه كلور ايه اللي بيعمله؟ هو جاي يقول دي ميه معدنيه. في شركات اتوقفت. يعني بعدين في حاجه كمان، في شركات كل الناس اللي بيشربوا ميه معدنيه دول خايفين اللي عنده مثلا الكلى ومش عارف ده هو بيزود عليها اكتر، ده فيها الاملاح اكتر من الميه العاديه. يا ده انت يعني. انت جيت على البيار. انت جيت على البيار. يعني انا شفت فيديو على النت. انتوا بتنضوا نفسكم يا استاذ محمد. انت دلوقتي طب انت دلوقتي بتقول انه ما جاتش على ده، يعني في مصايب اكبر من كده. لا 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 ممكن واحد وانه في مشاكل اكبر من كده. طب ما هو لحضرتك حاجه، يعني في بعض الناس اصل استاذ محمد مش شغال في الميه فهو بقى معايا عشان لا 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 خلينا في الاغذيه. طيب دلوقتي لو احنا خرجنا من هنا دلوقتي في اي مكان
شعبي او اي منطقه او ما الى ذلك هنلاقي عربيه كبده. ماشي. عربيه كبده دي واقفه في الشارع جايب كبده الله اعلم منين، مسبوخه بايه، معموله فين، وشغال ومعدي من جنبه مراقب غذائي او صحه، واخد معاه سندوتشين كبده وماشي بياكلهم يعني. بيشتري اللي خدها منه، بيشتري بيشتري كله بيشتري. طب هو عارف اي حد معدي هيشتري من عند الراجل ده. طب فين هنا النهارده فين دور بقى مراقب الصحه دي النقطه اسكندريه. خلي بالك اللي عندنا في القانون كده ممنوع بيع اللحوم النيئه ولا المطبوخه في الشارع. طب ما هو شغالين اهو في الدور بقى. انا لا انا بتكلم على نفسي، انا قسما بالله العظيم انا بتمثل لو في دايرتي حد بيبيع كبده في دايرتي انا عندي قانون ضبط واعدام على طول. طب حضرتك انا عاوز اسالك اسالك دلوقتي امبارح قريها في الجورنال ان الكبده بتتباع ب 10 جنيه و 12 جنيه في اسكندريه. دي كبده ايه دي؟ هقول لحضرتك حاجه، هقول لك كبده ايه. صل على النبي. انت دلوقتي في رسائل جايه ماشي، المراقبين الصحيين خدوا رسائل وطلعت نتيجه العينات بتاعتها غير صالحه للسلاك الادمي لوجود عدد بكتيريا اكتر من الحد، بتعمل النيابه بيصدر قرار بالاعدام، بتطلع للاعدام. هل المراقب الصحي هيحرس العربيات اللي راح تتعدم؟ ده مصيبه اكتر. ده لا ده هل المراقب الصحي مباحث التموين بتطلع تحرس الكميه؟ بس مباحث التموين تطلع تحرس الكميه. يعني مثلا عندها رساله وراحت تتعدم، مباحث التموين المكلفه بالحراس، كميه فلتت، كميه مش عارف ايه، دي والله مش شغلتي. طيب مش شغل دي جزء. طيب ما هو مش محتاجه ده كله، احنا دلوقتي عندنا الاف العربيات والاف الاماكن والمطاعم شغاله بدون مراقبه وشغال عادي جدا بشكل بدون ادنى مشكله. ولو خرجنا دلوقتي هنلاقي اكتر من 100 عربيه كبده في اكتر من مكان. قال الباشمهندس حمدي صور الضبطيات بتاعه المراقبين الصحيين، الضبطيات ليست كافيه للحد من الانتشار. يعني لو 100 ضبطيه في 10000 يبقى نسبه 10%. الناس زادت يبقى وفين بقى دور بقى المراقب؟ يبقى اذا هنا دور المراقب فين دوره بقى؟ هنا المراقب الصحي يعني اللحوم اللي بتتمسك دي مباحث طمن لما بتمسك، هو نسبتها كام؟ مباحث طمن لما بتمسك واخد بالك. هو اي نعم الشغل كتير وعاوز انضباط اكتر. يعني احنا عايزين ايه؟ عايزين يعني ليل نهار يبقى في شغل واخد بالك. وايه المنع اللي يبقى في ليل نهار؟ ايوه دلوقتي طلعوا حاجه اسمها هيئه سلامه الغذاء. هتضم جميع الاجهزه دي كلها في جهاز واحد. وبعدين بالك جهاز واحد اسمه هيئه سلامه الغذاء، هيضم الهصب هيضم مباحث التموين وهيضم البيطري وهيضم مفتشين الاغذيه واخد بالك، مفتشين التموين، كل دول ووزاره الصناعه، كل دول حبوا في جهاز واحد. لحد هيشتكي بعد كده يقول لك والله ده الصحه مقصره، والله ده التموين مقصر. مين بقى المقصر دلوقتي؟ فين؟ في التقصير؟ في الرقابه على الاغذيه، منه المقصر؟ لو انتوا مش مقصرين من المقصر؟ احنا بالنسبه لنا كمراقبين اغذيه احنا مش مقصرين. لا مش طيب مين بقى المقصر من وجهه نظرك؟ هتتهم مين يعني؟ انا مش متهم، مين هو المقصر؟ هقول لك المقصر ضعف قله الامكانيات. قله الامكانيات والموارد، ده التقصير. ايه هي الامكانيات اللي انت محتاجها عشان تضبط؟ اقول لك انا في بعض الاماكن عشان مثلا ايه، انزل سوق ولا حاجه عايزين مباحث معانا، عايزين شرطه معانا واخد بالك، يجي يقول لك والله الشرطه مش فاضيه اليومين دول، الشرطه والله مكلفه بحاجه ثانيه. هتنزل السوق انت؟ هتنزل السوق تنضرب؟ خلاص يبقى ثابت. هتنزل السوق يعني انا سابق. مثلا لما نزلت سوق المسؤوليه مشتركه ما بيني وما بين الدوله. الجهات هو برضه بيمثل الدوله، هو بيمثل الدوله انه بقوه السلاح يعني. ما دلوقتي انا نزلت اليوم الانفلات الامن، لا كان في شرطه ولا كان في اي حاجه، كنا داخلين نعملوا ايه؟ كنا ماشيين بطن في الاسواق واخد بالك، لدرجه ان احنا بعدم لواحد كميه بيفرد السلاح الابيض علينا واحنا على ده. انتوا كنتوا بتساعدوهم خوف منهم. طيب خليني بقى اسالك هنا يا دكتور سعيد، هو الاستاذ محمد بيرى انه في روايتين، الروايه الاولى بيرى انه المراقبين الصحيين او مراقبين الاغذيه بيقوموا بدورهم بالقدر المرضي بالنسبه لهم، جميل. الروايه الثانيه بس انه هو مش مرضي للنتيجه العامه اللي احنا شايفينها. في الجزء الثاني بيرى انه هناك عدم تعاون من الاجهزه المعنيه في الدوله، فبالتالي هم ما بيرضوش ينزلوا عشان ما يضربوش او ما يحصلهمش اي مشكله او اعتداء. يعني انا اتكلمت في حديث في التلفزيون قبل كده ووجهت النداء للسيد رئيس الجمهوريه ان انا عندي حلول للموضوع ده، بس اكيد يعني قبل حلول. انت شايف ان المراقبين الصحيين قايمين بدورهم ولا مش قايمين مقصرين؟ لا دلوقتي الحالي لا خالص، صراحه بقولها. ليه كده يا دكتور سيد؟ لا ما هو امكانياتكم
قد تكون مش موجود. انت لسه قايل لسه قايل دلوقتي ان احنا ما معناش حد يساعدنا. يبقى انت مش قايل بدورك. طيب الامكانيات من وجهه نظرك اللي تساعد مفتش الاغذيه ايه؟ اولا يكون معاك السلطه انك انت تخش وتشتغل. السلطه موجوده بس احنا عايزين الحراسه. طب ما هو دي سلطه برضه. انا اقصد عليها القوه الشرطيه. انا اقصد سلطه. بص المفروض القائمين على الجهاز، انا ما بتكلمش عليك انت، القائم على الجهاز من فوق يبقى شايف كل حاجه عشان يطلعك مؤمن اولا. انت شايف نفسك مش مؤمن بتضطر تمشي اي حاجه عشان انت ما تتاذيش. هو ده اللي بيحصل فعلا. بتضربه ما بينزلوش يبقى لا بينزل بينزل ويمشي ويخلص ويمضي وكل حاجه غصب عنه. ما انا كنت في شركات وبشوف كده وبيجي وبيحصل وكان بيجي يتفق معايا ويخلص ويجي يقول لك خلص انا جاي لك يوم كذا عشان اعمل عيان. ده بالنسبه للناس البسيطه. بالنسبه للشركات الكبيره يعني في الفتره الاخيره وجدنا شركات كبيره. الكلام ده بيتم مع الشركات الكبيره. الشركات تمام. الصغيره ما بيحصلش خالص لان هم مش معروفين. مش معروفين للاسف. يعني بيتم مع الشركات الكبيره المفروض ان هي عليها رقابه اكبر. هي بتصدر المواطن الغذائي. هي معروفه. هقول لك على في شركات بتطلع من الباطل. تطلع من الباطل ازاي؟ واحد يعمل شقه يقعد يصنع فيها حاجات واخد بالك انت، يعمل لك لانشوهات ويعمل لك دي السلم دي ويعمل لك واحد كان عامل عصير النقطار واخد بالك انت، وبيستخدم ازايز مستعمله قبل كده. انا خدت عينات طلعت بقول لك ان نتيجه العينه غير صالحه للسلاك الادامي لاستخدامه زجاجات مستعمله قبل ذلك. يعني ايه؟ جايب ازايز من الزباله واخد بالك انت اللي بيستخدم من غير غسيل حتى ومعبيها. نتيجة العينة بتقول كده، المعمل بيقول كده، بيقول لك زجاجات لشركات معينة مستعملة قبل ذلك لشركات كبيرة. هو بقى رايح بيتفق مع الزبالين، نقول الازاز اللي عندكم وهاتوها لي يعبيها. هو بيعبيها ايه؟ ميه من البير واخد بالك انت، من تحت الارض، وبيعبيها في ازايز ماشي، ويبيعها ويحط عليها تيكت. ايه يعني؟ هيتفق مع مطبعه يجيب لك تيكت ويحط منتج وستيكر. جميل جدا. خلينا نكمل بس النقطه دي. الشركات دي لما مثلا حد اتاذى منها احنا مسكناها. طب انا عشان امسكه واحد عامل لي في اسيوط واخد بالك انت، واحد عامل لي في واحد عامل لي في اسيوط شركه او مصنع واخد بالك انت، غير يعني غير لا مرخص ولا اي حاجه، وجاي يصدر لك الحاجات بتاعته في اسكندريه وفي البحيره. لما وتليفونات مجهوله المصدر تيجي انت تدور عليها واخد بالك انت، فين الشركات دي؟ ما شركات مجهوله المصدر. ما معظم في شركات كده مجهوله المصدر. هل انا كمراقب صحي ليا ان انا اعمل عليها رقابه؟ طب انا هجيبها منين الشركات دي؟ طيب انا شركات في محافظات طيب تانية. ليه طيب دلوقتي لو انا نزلت راقبت يا دكتور سيد واستاذ محمد، لو نزلنا راقبنا على الاماكن اللي بتبيع المنتجات دي وتاكدنا المنتجات دي سليمه، المندوب كده كده بيجي عشان يورد له. طب ليه ما نجيش نمسك المنتج ده اصلا، فبالتالي مش هيرضى يبيعه بعد كده؟ ما هو انا اللي انا بقوله بقى ايه؟ انا ما اخدش عينه من المصنع ده. انا اخد عينه من المكان اللي بيتباع. اللي بيبيع نفسه. لو هو جايب حاجه مجهوله المصدر هو اللي اتقبض عليه، فبالتالي مش هيرضى ياخد حاجه بعد كده. مش هياخد تاني مره. لكن انا بروح للمصنع وسايب اللي هو بيبيع اصلا، اللي هو اصلا بياخد الحاجه ويحطها تحت اسم ده، بيجيب حتى البياعين بيجيبوها ويحطها في الابوات الكبيره بتاعت الشركات الكبيره ويبيع منها، عشان ما حدش حتى لو فاتوره ولا حاجه بيجيب له فاتوره الشركه الكبيره وبيبيع للصغير وبيموت حاجه الكبير. ده اللي موجود فعلا اوريدي في السوق. فده بسبب ضعف الرقابه على الاسواق. مفيش. لا 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 جميل. بص طيب خليني دي مفيش. لانك انت ما عندكش السلطه انك انت تخش على المحل وتشوف هو بيعمل ايه جوه. يبقى مفيش. لا لا ازاي انا ما عنديش سلطه على المحل؟ يعني انت دخلت محل ولقيت مثلا اسم شركه ما محطوطه الحاجه، خلاص انت عارف ان اسمها، هل تعلم ان هو بقى حاطط الاستيكر بتاع الشركه ثانيه بتاع واحد مجهول؟ ما في حاجه اسمها واحد مجهول. حاجه اسمها العينات الدوريه. دلوقتي انا لو مسكت عينه دوريه مهما كانت انا عارف هي صالحه ولا مش صالحه، انا عينات دوريه بتتاخد، ردت المعمل قال لي دي غير صالحه للسلك الادامي، هل انا هسيب التاجر واسيب المنتج ده؟ لما القضيه بتتعمل بتحصل ايه في النيابه؟ بس انت طب استنى بس يا دكتور سيد، كام في الميه نسبه الضبطيات قد ايه؟ لا دلوقتي لما توصل الموضوع اتعمل محضر روح للنيابه، النيابه بتعمل ايه؟ جميل. لازم تعرف المصدر ده جاي منين. يقول لك قفل محضرك
لازم المصدر ده، المصدر مش معلوم، المصدر ده لا بقى معلوم. احنا بنجيبه ازاي بقى؟ اقول لك احنا بنجيبه، هنعرف بنجيبه ازاي، ولكن في الفقره الثالثه والاخيره من هذا البرنامج، وهي فقره بعنوان اراء وحلول، نطرح فيها سؤال للساده المشاهدين: هل ترى ان الاجهزه الرقابيه القائمه على الرقابه على الاغذيه تقوم بدورها بالشكل الكافي؟ جاوبونا على هذا السؤال من خلال اتصال على الارقام تظهر اسفل هذه الشاشه الصغيره. ننتقل للفقره الثالثه والاخيره ونعود مره اخرى. التحدي قوم دافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. الفقرة الثالثة والأخيرة من هذا البرنامج نناقش في هذه الحلقة دور الرقابة على الأغذية أو المراقبين على الأغذية. سؤال للسادة المشاهدين: هل ترى أنه الأجهزة الرقابية في مصر قائمة بدورها بالشكل المرضي أو بالشكل الكافي؟ أستاذ محمد، دلوقتي الدكتور سيد بيرى تماما أنه الأجهزة الرقابية أو القائمين على التفتيش على الأغذية غير قائمين بدورهم، وبالتالي بنجد يعني انتشار الأمراض هي مرادف لعدم وجود أغذية صحيحة أو صحية بالنسبة للمواطن، وبعض الضبطيات بتتم، ده طبيعي ولازم تتم بعض الضبطيات، ولكن هذه الضبطيات قليلة بالنسبة للفساد أو المشاكل الموجودة في الأغذية. ودكتور سيد، أنت عارف المراقبين الصحيين موجودين في المواني، مش في الأسواق بس، موجودين في المواني، في المطارات، الحجر الصحي، واخد بالك؟ دولت الدور بتاعهم دور رقابي، يعني الأغذية اللي جاية مستوردة من بره ديت لازما بتمر على المراقبين الصحيين اللي اسمها لجنه مشكله من وزاره الصناعه ولجنه التجاره. طب ما في حاجات بتيجي من بره وبنكتشف بعد كده ان هي بايظه، عدت ازاي من الرقابه؟ ده بقى بتعدي بقى ايه يعني؟ في طرق ملتويه بقى للتعديه، مش ايه هي بقى الطرق الملتويه؟ لا ما هو ايه، ما هو اذا كانوا المراقبين على الاغذيه مش عارفين الطرق الملتويه ويمسكوها، فبالتالي هم مقصرين في حق المواطن. المراقب الصحي، المراقب الصحي دوره ايه؟ انا دلوقتي انا مسكت حاجه ضبطيه، خدت خلاص اتمسكت، هل انا دور اللي انا هقعد عليها مبيت عليها حراسه عليها على طول كده؟ يعني مثلا حاجه راحت تتعدم وهي في السكه في طريقها للاعدام اتسرق منها كميه، المراقب الصحي مسؤول عن سرقه الكميه ديت؟ في كميه بتدخل كامله ولا بتحضر لها محضر ولا ما الى ذلك يعني. لا يعني لما يجي ايه راجل اعمال عاوز يخلص من مراقب صحي، انت عايز تقول لي اتقفل اتقفل عليه الثلاجه في قلب المينا، ثلاجه هو جوه وبيعد الكميات اللي عنده، بتضربه بتضربه، اتقفل عليه الثلاجه يا دكتور سيد، اتقفل على مراقب صحي الثلاجه، يعني انت عايز ايه؟ ده في هقول لك ايه، شبكه اخطبوط، اخطبوط عاليه يعني، المراقب الصحي ده هيعمل ايه ولا ايه؟ هيقفش ايه ولا يقفش ايه؟ قال لها طب ما في مخدرات في البلد، هل الاجهزه الرقابيه مش قادره تمسك المخدرات اللي في البلد؟ ولا لا في تقصير؟ يعني مش عايز في سلاح في البلد، في متفجرات في البلد، في تقصير في كل شيء في الدوله، ولكن عندما يكون التقصير بشكل كبير فاحنا بنحاول ان نعالج هذه المشكله. الدوله عشان تعالج النقطه دي انشات ما يسمى هيئه سلامه الغذاء اللي هتفعل خلال سنه. هيئه سلامه الغذاء، هيئه سلامه الغذاء دي بقى لها اكتر من 20 سنه بره جايين لسه هيدوروا. احنا بس زعل الحاجه اللي احنا زعلانين اكتر من 20 سنه معموله بمنفذ في الصح يعني. هيئه سلامه الغذاء دي عاوز يجي لك ايه؟ اي مصنع لو بيخش الشرطات المكان نفسه كارضيه كحيطان هل هو مناسب ولا لا، يجي يخش الماده الخام اللي داخله بيكشف عليها هي سليمه ولا لا، يجي يخش الاجهزه نفسها بيتم عليها فعلا صح كل الامور الصحيحه، لا في تعقيم الاجهزه ولا لا، يجي يشوف نفس العامل اللي شغال بيشوف هو سليم ولا لا، كل مرحله بيشوفها لحد ما تتعبى وتطلع للسوق. مين قاعد مع الكلام دوت؟ مفيش. وهتجيب مين يقعد معاهم؟ هو قاعد بره مش شايف الكلام ده، هو جاي ياخد العبوه النهائيه برضه. مش هتقدر تحصل اي حاجه، هو برضه مظلوم. هو مظلوم ازاي؟ هو ما عندهوش الامكانيات اللي يعمل كده. احنا دي عدد كبير، ليه انا والكلام ده انا عرضته قبل كده، ليه انا ما اجيبش ناس تبع الدوله يقعدوا في قلب الشركات دي وياخد كانه موظف عنده وياخد مرتب، بس هحاسبه هو بقى لو ما يحصل اي غلطه هحاسبه. ليه؟ لان هيتكتب اسمه على العبوه ان هو اللي كان مراقب، عشان لو اتمسكت بعد كده هيتكتب هو اللي مسؤول عليه في كل مرحله.
لو هو بقى مسكه بره، لو مسكه بره هو اللي هيجيب المراقب ده، هو اللي هيتاذي، فمش هيقدر ياخد فلوس ولا ياخد رشوه ولا اي حاجه من حد، وهيخاف كده. يبقى انا ظبطتها كويس، مش هاجي على الحاجه بعد ما تبوظ واجي ادور عليها مين بوظها. طب انا في الاول خالص ابدا بالاول خالص اشوف ايه هي، امنع الفساد من اوله، مش هستنى لما الفساد يتم واجي اقول له، وتروح تقول له يقول لك انا هعمل لك ايه، يعني هتعمل له ايه؟ هيئه سلامه الغذاء ديت هتكون هيئه مفعله ان شاء الله خلال سنه، بس احنا بنعتب عليهم في ايه؟ اللي انشا القانون، اللي انشا قانون سلامه الغذاء او قانون الهيئه سلامه الغذاء ده ما اخدش راي المختصين في الرقابه على الغذاء في الايه في الـ في الـ في اللائحه التنفيذيه. انت قاعد دلوقتي ده دكاتره وكل حاجه، بس المختصين بقى اللي هم اللي ماشيين على ارض الواقع في الشارع، انت خدت رايهم ازاي هنطبق القانون؟ ايه هي المعوقات اللي بتقابلكم لما تجتمع كده بالناس اللي ماشيه على رجليها وتضبط هنا وهنا؟ خدت رايهم ايه هي المشاكل اللي بتواجههم؟ ايه هي الحاجات اللي مطلوبه منهم؟ ايه هي الحاجات اللي هم عايزينها؟ الاجهزه اللي هي يقدروا من خلالها ينفذوا سلامه الغذاء. انا عايزك توجه الكلام ده بقى للمسؤولين، تقول لهم الكلام ده اللي هو بينزل لك القانون اللي انت هتنفذه. قانون احنا يعني نزل قانون احنا مش القانون اللي نزل يجي اقول لبتوع التموين انتوا شاركتوا في اللائحه التنفيذيه، اقول لك ما شاركناش في اللائحه التنفيذيه. البيطر انتوا شاركتوا في اللائحه التنفيذيه، هو ما يعرفهاش. شاركت في اللائحه التنفيذيه، اقول لك لا ما شاركناش في اللائحه التنفيذيه. زي مراقبين الصحيين يا مفتوع الاغذيه يا مفتشين، حد منكم شارك في وضع اللائحه التنفيذيه؟ ما حدش. طب احنا طيب. احنا اللي شايلين كل ده على دماغنا. ليه ما شفناش حد قال لنا تعالوا ايه خد راينا، ايه رايك في البند ده؟ ايه رايك في القانون ده؟ هتطبق الماده ازاي؟ ايه الاجهزه يعني اللي شايف ان انتوا ما حدش بياخد رايكم في دوركم في الدور اللي انتوا بتقوموا بيه؟ طيب خلينا ناخد اتصال تليفوني. المستشار الاقتصادي العربي ابو طالب، رئيس الاتحاد العام للتموين والتجاره الداخليه بمصر، برحب بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك الاستاذ محمد عبد الحليم، اهلا وسهلا بيك. والاستاذ الدكتور سيد نافع، ازيك يا استاذ طالب؟ مشرفنا صحتك يا باشا، البرنامج ربنا يخليك. طيب سياده المستشار، انت شايف انه الرقابه على الاغذيه في مصر شايف ان هي قائمه بدورها ام لا؟ الرقابه على الاغذيه قائمه بدورها على الوجه الاكمل بالنسبه لاجهزه الرقابه على مستوى جمهوريه مصر العربيه، ولكن عشان نقدر نعرف ان الناس دي قايمه بدورها ولا لا، لازم نعرف كم العمل الموجه اليهم. سيد الفاضل، هناك اكثر من 8 مليون سوق مرخص في مصر، خلاف الاسواق العشوائيه اكثر من حوالي 2 مليون، خلاف مصانع بير السلم تتعدى ال 500 الف مصنع، خلاف السلع المهربه عن طريق المنافذ الرسميه كالجمارك والمطارات والمواني، خلاف السلع التي تهرب عن طريق الحدود، ومصر فيها اربع حدود او خمس حدود لخمس دول بتحطها. سيب ده كله، هنتكلم على الجهاز الرقابي. الجهاز الرقابي في مصر يتكون من 13,000 مفتش تموين على مستوى وزاره التموين والمديريات الاخرى. الجهاز الرقابي ال 13,000 مفتش تموين والمعنيين بعمل المحاضر وضبط المخالفات اللحظيه والوقتيه حال ضبطها 7,500. وحتى تكون اللجنة مشكلة رسمية ووضعها القانوني لابد أن لا تقل عن ثلاثية، يعني ثلاث أفراد. ولو قلنا عندنا 7,500 فرد معهم حق الضبط القانوني، فأنت عندك 2,500 لجنة. طب ال 2,500 لجنة الموجودون بوزارة التموين لا يوجد لهم 700 عربية يمر بيهم. فإذا هنا لدينا 700 لجنة راكبة، والباقي حوالي 800 لجنه مترجله او مقيمه في اماكن عملها. يعني انت شايف انه الامكانيات غير كافيه، خدت بال حضرتك؟ فاذا هي الامكانيات، احنا قلنا الامكانيات البشريه من اعمال، يعني احنا قلنا اليات العمل هيت، احنا عندنا مفتشين قد كده، وعندنا لجان قد كده، وعندنا عربيات قد كده بنتحرك بيها، وعندنا اكتر من اللي انا حكيته لك ده كله، ممكن تقول 12 13 مليون سوق. يعني انت عايز تقول لي ان الامكانيات ضعيفه، فبالتالي يا سياده المستشار هيكون الرقابه على الاغذيه هتكون ضعيفه لضعف الامكانيات. طب ليه ما بتطالبوش بالامكانيات؟ في حاجه ثانيه اكتر من كده، بس خدني واحده واحده بس عشان اقدر اوضح الصوره كامله. فانت عندك اكتر من 8 مليون سوق قلناهم، وحوالي 2 مليون سوق عشوائي،
وفي 8 مليون سوق مرخص، في عندك البائعين الجائلين، في عندك السلع المهربه والمقلده والمغشوشه، في عندك المنافذ اللي بتمر منها سلع اجنبيه عن طريق الحدود وبتدخل عن طرق غير شرعيه. دي كلها اعباء على مفتش التموين او اللجان ديت، والمفروض اللجان دي تمر يوميا. احنا لو حسبنا الثواني بتاعه اليوم للجان ديت، لو افترضنا ان 7500 لجنه وال 2500 دول بيمروا كلجان، الثواني بتاعه اليوم الثانيه الواحده مش هتكفي ان اكون في 100 مكان او 200 مكان. لكن ده في جنب. هناك القوانين التي نتعامل بها بالنسبه للتموين، هو القانون 95 لسنه 1945، اقول تاني، القانون 95 لسنه 1945 والقانون 163 لسنه 50، هذه هي القوانين التموينيه. كانت هناك العقوبات التي تم وضعها في هذه القانون تتلائم مع الوضع السياسي والاقتصادي لعام 1945. جميل. انت عايز تقول ان لازم يكون في تحديث للقانون يعني؟ يا فندم، ايوه يا فندم، العقوبات بتاعتها، العقوبات ما بين ال 50 جنيه وال 100 جنيه. اه طبعا. ثمن علبه سجاير حضرتك للمستثمر او صاحب نشاط. خدت بال حضرتك؟ جميل. دي نقط مهمه جوهريه. هناك المكافاه الماليه او مستحقاتهم اللي تحددها القانون، يعني في بعض البنود القانونيه بيتغاضى عنها او في تنفيذها، اللي هو القيادات ابتداء من مدير عام متطلع لحد الوزير. القانون بيقول ايه؟ بيقول لك في حال ضبط مخالفه وتم اصدار الكميات، من حق الوزير المختص اعطاء منحه للعاملين او لمفتشي الضبط ما بين ال 20% من قيمه الضبطيه حتى ال 50% من قيمه الضبط اللي هي المصادرات. سياده المشترك، طب خليني اسالك سؤال، ليه انتوا كلجنة او رئيس الاتحاد يعني ليه ما طلبتوش الدولة؟ ليه ما عملتوش مؤتمرات؟ ليه ما وصلتوش للاعلام؟ اللسان نشف والواحد تعب وزهقنا من كتر الكلام، وبقالنا 8 سنين 9 سنين بالنادي وكتبنا طلبات والناس كلها عارفة، لدرجة ان احنا قلنا المجلس الشعبي يا جماعة نتشارك معاكم في وضع الدستور، مفيش فايدة. كان ايه الرد؟ طيب وضع اللائحة التنفيذية برضه، كان ايه الرد؟ كان ايه الرد من اعضاء مجلس الشعب او مجلس الشعب؟ كان ايه الرد؟ عدم مبالاه وكده، ما سمعناش حاجه ولا 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 حد شاف منهم القانون، ولا حد اتكلم اصلا يعني. ولا حد شاف منهم القانون رسمي ووصل بيد. الخطابات الرسميه وصلت باليد. فدي من ضمن النقاط. فهنا احنا هنا بنقول ايه بقى؟ بنقول للاسف ان من يتم وضع القوانين هم اصحاب مصالح، اكثرهم مستثمرين، اصحاب مال عام او اصحاب مال يحافظون عليه بوضع ما يفيدهم من قوانين وتشريعات ونظم. ولا يريدين ولا او لا لا يريد. طيب سياده المشرف، خليني اسالك سؤال قبل ما اقفل معاك اتفضل. يعني خليني اسالك، انت شايف انه من المستفيد من وراء عدم وجود امكانيات ورقابه صارمه على الاغذيه في مصر؟ اصحاب الاعمال. اصحاب الاعمال، اصحاب الشركات الكبيره يعني. رجال الاعمال. طبعا. جميل. سياده المستشار، هم لهم الصوت واليد التي تصل الى اي مسؤول واكبر القيادات في الدوله. ما تقوليش لعبد غلبان هيوصل لوزير. ما تقوليش لعبد غلبان هيوصل لرئيس لعضو مجلس الشعب. لا يا فندم. جميل. سياده المستشار العربي ابو طالب، رئيس الاتحاد العام للتموين والتجاره الداخليه بمصر، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا على الهاتف. صراحه انا لو مواطن مصر وسمعت الكلام ده، خليني اخد صوت تليفوني. خليني اخد صوت تليفوني. استاذه هناء، السلام عليكم. استاذ هناء، السلام عليكم. قطع الاتصال مع الاستاذه هناء. يعني اللي انا بسمعه ده مش عارف هل انا في كابوس ام في حقيقه طبعًا. يعني بعدين ده عذر اقبح من ذنب. يعني ما اكون انا اللي مسؤول عشان اعمل كده واجي اقول انا ما عنديش امكانيات. يبقى مين اللي هيبقى عنده امكانيات؟ المواطن هنا ذنبه ايه؟ المواطن ذنبه ايه هنا؟ المواطن كده كل في قوانين قديمه وده في قوانين. بقول لحضرتك برضه عقوبه الشهاده الصحيه، ده مش مبرر. عقوبه الشهاده الصحيه 20 جنيه دخلت مثلا اللي بين الامراض، واحد واحد عنده مجموعه امراض وقاعد عمال يعجل لك في الخبز بتاعك والعجين اللي انت بتاكله وعنده امراض، تيجي تعمل فين الشهاده الصحيه؟ ما فيش. تروح تعمل له محضر، تعمل مثلا دخلت فور عملت ال 20 واحد محاضر، كل واحد كام؟ 20 جنيه. 20 جنيه الغرامه بتاعتها. ادفع ال 20 جنيه يا عم، هو ما توجعش دماغنا؟ ال 20 جنيه ديت
خلاص يعني هتستمر على كده ال 20 جنيه عقوبه الشهر الصحي. انت عارف ان النفس بتاعه لو واحد مثلا عنده دايريه عنده اسهال او اي حاجه مجرد ينفخ في الحاجه كل اللي هياكل من الحاجه دي هيجي له اسهال. اللي بتعيش كنترول الضوافر الضوافر يا بيه الضوافر اللي بتروح تشتريه لو لو فتحوا لك ونفخ فيه كده وهو عنده اسهال الضوافر بتحتوي على السكارس لو واحد عنده سكارس وعمل يقطع سلطه بتتنقل عن طريق الضوافر لما تيجي تعمل له محضر نظافه صح نظافه شخصيه ب 20 جنيه هيطلع يروح على ايه يعني 20 جنيه ده صحه المواطن ب 20 جنيه كتير جدا ما هي يعني ما هي ما المحضر قيمه المحضر كده ما انت خطير ليه ما هي هو ده المحضر انا مش بقول خطير عليك بقول خطير على المسؤول اللي هو خطير على المواطن ما هو المواطن ما هو المواطن هو المواطن في النهايه هو المضرور وكل حاجه مأذي لما تيجي بقى تيجي عشان تمر بقى وتعمل يا عم هندفع 20 جنيه وخلاص ايه المشكله يعني بقت هي المشكله بقى ايه في بقت الكلام ده لازم يتصعد لفوق ولازم يتعرف ولازم يبقى فيه في كل مكان قبل ما الحاجه تطلع كل ما طالبنا بكتير بتعديل قوانين الشهادات الصحيه واخد بالك انت قانون الغرامات اللي هي العقوبات القرارات ديت من 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 وزراء سابقين من سنه 36 لغايه دلوقتي واخد بالك قرارات لوزراء الصحه ووزراء تموين لازم الحاجات دي تتغير لازم يطلع كده قانون شامل لا شامل اللي ده كله شامل الشهادات الصحية والحجر الصحي والمواني والعقوبات اللي هي قانون الغش يعني مثلا ايه وضوابط غير صحية يعني مثلا دي ده فيديو لبعض ده مراقبين صحيين واخد بالك ضابطين كمية اهوت من الزيت اهوت كان حوالي 2 طن زيت غير صالح للسلاك الادمي وبيتم الاعدام واخد بالك الكمية ماسكينها كلها ويعني بيتم ايه في مدفن صحي بعيد خالص عن الـ عن الـ عن الكتله السكانيه واخد بالك لازم يبقى ايه في الـ في الـ في المناطق دي بيتم اعدام هذه الكميه بيتم على باللودر معاهم بيفحت الرمله وبيدفن تحت او بتفتح طيب الازاز اللي عليها زي طب خلينا ناخد صوت تليفوني الاستاذ عمرو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم اهلا بيك اتفضل اهلا بيك استاذ عمرو اتفضل مع حضرتك يا فندم اول حاجه برحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ محمد عبد الحليم يا اهلا وسهلا استاذ عمرو الموجود مع حضرتك اهلا بيك اتفضل بس انا عندي نقطتين يا فندم عايز اشتغل ايه يا استاذ عمرو فيهم اول نقطه يا فندم عايز ارد على الدكتور عندك ان هو بيقول استاذ عمرو انت بتشتغل ايه بدخل للسوق مفتش اغذيه في مكتب صحه كومومبو محافظه اسوان جميل اتفضل اهلا بيك اهلا وسهلا بحضرتك احنا يا فندم مبدئيا بندخل الاسواق وبنمر على المحلات وبنعمل محضر ضبط وبنسحب عينات وبنبعت عينات للمعامل سواء المعمل الاقليمي في اسوان او المعامل المركزيه في القاهره وبنحرر المحاضر يا فندم جنح صحيه سواء شهاد صحيه او محاضر نظافه بنبعت عينات عشوائيه بناخد العينات الدوريه دي من السوق من محلات البقاله من اي اماكن فيها تداول اغذيه بتتبعت للمعامل المعمل الاقليمي في اسوان سواء النتيجه بترد ان هي صالحه للاستهلاك الادمي او النتيجه غير صالحه للاستهلاك الادمي بيتم تحرير محضر بيها ان هي غير صالحه للاستهلاك الادمي 281 لسنه 94 وبتتحول للنيابه وبنحط فيها طيب يا استاذ عمرو عشان انا ما عنديش وقت يعني بقى على الحلقه دقيقتين يعني عاوز اسالك انت شايف ان انتوا قايمين بدوركم بالشكل الكافي ولا مش قايمين بدوركم؟ يا فندم احنا قايمين بالدور الكافي بتاعنا طيب سياده المستشار الاستاذ محمد بيقول ان انتوا قايمين يعني ان انتوا تنقصكم الكثير من الامكانيات فبالتالي مش قايمين بدوركم على الوجه الاكمل اي كلامك هو اللي يعني اخد بيه ولا الاستاذ محمد لا طبعا الاستاذ محمد بيتكلم صح وبيتكلم مظبوط انا لما اكون مثلا في مركز كومون بمحافظه اسوان عن اكثر من 45 قريه و45 مكان بمر عليهم على رجلي وعلى حسابي الخاص يبقى انا كده مش مادي الدور الواجب بتاعي. فالامكانيات يا فندم اصلا ضعيفه من فوق. وبدل الانتقال ما فيش يعني طيب انا طيب استاذ عمرو خليني اسالك سؤال اخير واقفل معاك الاتصال يعني انت شايف ان انت ايه اللي انت محتاجه عشان تستطيع المراقبه على الاغذيه بشكل اكبر من اللي موجود دلوقتي؟ محتاجين يا فندم الامن دي اول الأمن. حاجه، ثاني حاجه احنا يا فندم الاوراق ذات نفسها بنصورها على حسابنا مش هقول لك احنا عايزين عربيه او عايزين وسائل انتقال الاماكن دي احنا الاوراق بنصورها على حسابنا يا فندم استاذ عمرو وصلت يعني رسالتك يا استاذ عمرو بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ عمرو يعني استاذ عمرو وضع محزن لو هذا وضع بهذا السوء
فده كده متخيل بقى يعني الغذاء هو اكتر حاجه مؤثره على صحه الانسان، ويمكن الانسان وهي الحاجه الوحيده المدمره لصحه الانسان دلوقتي. طب مين بيقول لك انا عندي ما فيش عربيات عندي؟ طب مين بيقول ما عنديش عربيات؟ اه يعني دلوقتي بتاعته ما فيش. الاستاذ عمرو دلوقتي بيقول لك انا كل شغلي على بياخد عليها فلوس ما بياخدوهاش، واخد بالك؟ مفتش الاغذيه لا بياخد ضبطيات، لا بياخد فلوس ضبطيات ولا ليه فلوس على المحاضر ولا اي حاجه. برضه المواطن ملوش دعوه بالكلام ده خالص. يعني المواطن ليه ان هو يبقى ياكل حاجه سليمه. اديني السلاح ده وانا حارب بيها يا دكتور سيد، اديني. انا ما بكلمكش انت، انا مش بكلمك انت، انا بكلم على المسؤول عنك، على اللي هو بيعمل الكلام ده لازم يبص نظره عامه. ده بقى شغل سيادتك بقى في جريده الاهرام لما تنزل منشط كامل كده، ايه هي الحلول لمفتشين الاغذيه ومفتشين انا المفروض كنت عاوز اقول حلول النهارده بس الوقت خلاص. يعني نختم بالحلول. ايه هي الحلول اللي الحلول احنا ممكن الحلول ان الدوله لازم تعمل هيئه رقابه كامله، ويبقى كل شركه من الشركات، كل شركه لازم يكون فيها حد قاعد مقيم ويعمل مراقبه جوده من اول ما الماده الخام تخش الى انها تخرج بره، وبعدين مشرف جوده. لا مراقب جوده. مراقب جوده، مراقب جوده دوت، بس ده يبقى على ده اعلى هيبقى مدير الانتاج، مدير الجوده. لا ده انا عاوزه تبع الدوله غير اللي بتاع الشركه نفسها. ده جاي يراقب على بتاع الشركه نفسه. جميل. وبعدين يبقى هو مسؤول برضو عن الحاجه اللي هتطلع، وان ما فيش اي منتج يتباع الا ما يكون عليه الباركود ان هو فعلا تم مراقبته ومكتوب عليه مين اللي مراقب عليه. وغير كده ما يبيعش لاي حد، اللي ما عندهوش الباركود ده ما يبيعش. ويبقى يا ريت كمان يبقى في الدوله ليها هيئه ان هي اللي تقوم بالتوزيع، يبقى من خلالها زي كل دول العالم بتعمل كده. كل دول العالم بيبقى الشركه اللي بتبيع هي اللي اسمها كبير على العبوه، والشركه المصنعه اسمها صغير مش باين. ليه؟ لان الشركه اللي بتبيع هي المسؤوله عن الجوده مش المصنع، لان هو اللي راقب على الجوده. هو اللي سمح له بالنسبة. وانا بحمل مرتبه على الشركه كانه موظف عادي. يعني الدوله مش هتتحمل حاجه. تمام. الدوله مش هتحمل حاجه. ما هو موظف من ضمن الموظفين اللي في الشركه. بس بيراقب لي عشان لو حصل حاجه هشد هو. ماليش دعوه انا بصاحب الشركه. انا بايد الفكره دي، بايدها. وفي حاجه كمان، انت دلوقتي لما عملت القانون هيئه انشاء قانون انشاء سلامه الغذاء، القوانين كلها عاوزه تتغير من الاول. هو هم عملوا الهيئه. بس الواحد لما بيتفاجئ ان القانون طلع كده مره واحده من غير مناقشه، لا مفتشين طمين على ارض الواقع، ولا مفتش اغذيه على ارض الواقع، ولا مفتشين وزاره الصناعه على ارض الواقع. يا جماعه الناس دي هي اللي شايفه بعينيها، انتوا ما شاركتهمش ليه؟ طب اللائحه التنفيذيه دي هيقعدوا يشاركوا فيها؟ ولا هتتسلق القانون وينزل واحد يقول لي نفذ بقى يلا شيل وامشي؟ وهشيل وامشي ازاي وانا شاركت اصلا فيها؟ طب ما انا عندي خطط وحلول عشان سلامه الغذاء، ليه ما سمحتش كلام؟ ليه طنشت؟ ليه ضربت كلام عرض الحائط؟ هو انت بتنفذ؟ هو هي الدوله ديت دولتك انت ولا دوله المواطنين؟ ولا الناس المفتشين الاغذيه دول هل هم عاملين في دول خارجيه بره بسلامه الغذاء في دوله خارجيه ولا في مصر؟ لا دول في مصر، يبقى لازم لما تيجي تعمل اللائحه التنفيذيه ياخد رايك ويسمع. ايه اللائحه التنفيذيه؟ اللائحه التنفيذيه اللي انت بناء عليه هتمشي بالقانون ده. جميل. طب هيمشي القانون ده هيتنفذ ازاي؟ انا بقى كمفتش اغذيه وكمفتش تموين وكمفتش وزاره الصناعه انا عارف. جميل. أنا عارف. يعني الى هنا تنتهي حلقه اليوم. لا يسعني في نهايه هذه الحلقه الا ان اتقدم بخالص شكر ضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد عبد الحليم محمد، امين سر لجنه نوعيه للمراقبين الصحيين بالنقابه العامه للعلوم، والمتحدث الرسمي باسم النقابه. اشكرك شكرا جزيلا. على الجانب الاخر الاستاذ الدكتور سيد عبد الرافع محمد، استاذ دكتور جامعي ومستشار للعديد من الهيئات المصريه والعربيه والامريكيه، بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين في كل مكان بشكركم لحسن المتابعه، ولنلتقي بكم في حلقه قادمه اخرى وتحدي اخر. لكم مني كل التحيه والتقدير. انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. التحدي قوم ودافع عن رايك والكل سامع، قول لنا الاضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع، وابن رايك على الدليل قول لنا باسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، ايه تحدي.